عن القرض الحسن، مفهوم القرض الحسن. بما أن هدف عمل هذه المصارف هو هدف تجاري، فهي تريد أن تحقق أرباحا لتصل إلى تغطية الكلفة التشغيلية، وأيضا هنالك من ساهم وهنالك من له رأس مال وحصة، فكل هؤلاء يرجون العائد من هذا الاستثمار الذي استثمروا في إيجاد هذه المصارف. أما آلية القرض الحسن، فالقرض الحسن هو لا يكون إلا لوجه الله سبحانه وتعالى، فهو يكون أن يرجع رأس المال مثل ما هو من غير زيادة أو نقصان. فالمصارف الإسلامية بوضعها الحالي لا نستطيع أن نقول أنها لا يمكن أن تدرك هذا المنتج، لأن هذا المنتج هو يكون من عقود التبرع، والمصارف آلية عملها أنها هي تعمل لأجل أن تحقق أرباحا معينة، وأيضا لتثبت وجودها وتثبت مكانتها في السوق. فعندما تحقق، ونأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى ذلك أن يكون، عندما تحقق هذه المصارف مكنتها ومكانها في السوق، فلا يوجد هنالك مانع من أن توجد جزء معين من رأس المال أن يكون للقرض الحسن كمسؤولية مجتمعية. نعم، كمسؤولية مجتمعية أو خدمة الأغراض الإنسانية، أو حتى أحيانا ترد إليك بعض حالات الإعسار وما إلى ذلك، فيمكن أن يستخدم هذا في مثل هذه الحالات التي تكون حالات مستثناة، لأن الحالة العامة أو العمل العنصر الأساس لعمل هذه المصارف هو تحقيق الربحية بموجب العقود الشرعية، وتتلافى المحاذير الشرعية التي ورد الشرع الشريف في النهي عنها. هناك أستاذ مصطفى من يسأل عن إمكانية تحويل القروض الشخصية في البنوك التجارية الأخرى للمصارف الإسلامية، هل أصلا هناك دراسة لهذا الموضوع مثلا، أو يعني نظرة شرعية ربما تستند إليها المصارف الإسلامية في هذا الجانب؟ وعلي النظرة الشرعية أحيلها إلى فضيلة الشيخ إبراهيم، فهو يعني لا يبارى في ميدانه، هو فارس الميدان بلا شك. ولكن الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية في عمان، وهو الذي يشمل القوانين والأطر العامة التي تسير عليها هذه المصارف الإسلامية في عمان، وهو صدر من قبل البنك المركزي العماني، يمنع التعامل بما يسمى التورق، لأن الآلية الوحيدة التي يمكن للمصارف الإسلامية أن تلجأ بتحويل هذه القروض الشخصية، وأتمنى من الشيخ أن يصححني إن أخطأت في ذلك، لا يكون إلا منتج التورق. نعم، لأن ذلك المال الذي أخذه ذلك العميل من المصرف التقليدي لم يستند على أساس معين يستطيع المصرف أن يشتريه أو أن يعيد شراءه وبيعه أو ما إلى ذلك من التعاملات الشرعية، فسيلجأ إلى التورق. والتورق طبعا لن أدخل في تفصيله، ولكن ورد في الإطار التنظيمي أنه يمنع استخدام التورق أو مرابحة السلع تحت أي شكل أو صورة من الصور. جميل. فهذا يعني جعل المصارف الإسلامية أو لا تستطيع أن تصل إلى هذا المنتج، لأنه تم منعه من قبل المؤسسة المنظمة أو الجهة المنظمة لعمل هذه المصارف. نعم. ولعل فضيلة الشيخ طبعا سيكون له التأصيل الفقهي في هذه المسألة. طبعا يعني في موضوع التورق، حتى نوضح نقطة مهمة فيه، أنت تقصد بالتمويل الشخصي أو نقل القروض الربوية كما يقال إلى المصارف الإسلامية. المصارف الإسلامية تعتمد على سلعة. نعم. وهذه القروض الشخصية هي ليست هنا، ليس وراءها سلعة، لأن الإنسان اقترض بها وأنفقها، فلم تعد هنالك عين تمثل أو تعكس هذا القرض الذي اقترض. ولذلك المصرف الإسلامي لا يمكن أن يشتري نقدا، كما قلنا المصارف الإسلامية لا تشتري النقد. نعم. أو لا تتاجر في النقد، فلا بد من وجود عين. فكان الحل الذي اقترحته بعض الهيئات الشرعية في غير السلطنة. نعم. هو التورق. والتورق معناه أن يشتري المصرف عين ويبيعها بالأقساط للعميل، والعميل يبيعها بالنقد لكي يحصل على النقد ويغطي به الدين الربوي، ويبقى عليه دين المرابحة الذي اشترى به السلعة تلك. وطبعا هو فقهيا محل جدال وليس مقبولا بصفة تامة، حتى الذين أجازوه يقولون بأنه آخر الحلول، هكذا يصرحون بأنه لا يصار إليه إلا إذا لم نجد حلا، كما في الصورة تذكرها أنه لا حل لها إلا بالتورق. نعم. فيصار إليها في آخر المطاف أو في نهاية الأمر،
بالنسبة للتورق.